بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم حلوه الطابع تاع الزمان، رائعه جدا جدا. هنا عندي قرصه تاع الملح في الغيسيبيون تاعي، وراح ندير 4 حبات بيض. البيض نتاعي كبير، ثم الى صغير ديروا 5 حبات. ندير 4 حبات بيض كما قلت لكم، ورشه تاع الملح، ونزيد عليهم كاس نتاع السكر يكون ناقص اصبع، هكا باش تجيكم الحلاوه سوا سوا. هنا نضربهم هكا بالفوي، هكا مبدئيا ضربته برك هكا شويه بالفوي، ومن بعد ديتو الباتور ضربته مليح مليح بالباتور حتى وين حسيت السكر ذاب، باش نزيد كاس نتاع الزيت. هنا الزيت نضربه غير بالفوي، نديرو غير شويه بشويه، باسكو الزيت ماشي كيما السكر، السكر لازم يذوب، والزيت دخلوها برك هكا في البيض والسكر. هنا الفرن تاعي شعلته 160 درجة، هكذا نخلطو مليح. درت على على راس المغرف تاع لافاني، ما تكثروش لافاني باش ما يخرج لكمش حمر. هنا درت 3 مغارف تاع مايزينا، نخلطوهم هكا مليح. المايزينا لازم نعمروا المغارف، درت 3 مغارف، ودرت كاس نتاع الفارينة، ونزيد ندير 2 ساشيات نتاع الخمارة. الخمارة لازم تغربلوها باسكو عندها تكتلات. شوفوا شحال يعني تكتلات نتاع لافيغ شيميك. المهم لازم نغربلوها. هنا نخلطو الفارينة، نخلطو الفارينة مليح غير بالعقل برك، ما نزيدوش الفرينه ضربه واحده، لازم نديرو غير بشويه برك. الفرينه لازم نروحو لها غير بالعقل باش ما نيبسوش العجينه. كيما نعرفو الحلوة الطابع لازم تكون طريه. كنزيد الفرينة، نروح لها غير بالتدريج. حلوة الطابع نتاع زمان، لا يعني ما نقدروش نبدلوها بأي حلوة، هذه حلوة جزائرية معروفة. كنا ندير يعني جدادنا ويمهاتنا كانوا يديروها بزاف بزاف. أنا نشفى الجدة الله يرحمها، كانت تديرها بزاف، وعلى بالكم تخرج لها رائعة رائعة، منفخة منفخة يعني تحيري. شوفوا هنايا درت الفرينة حتى وين ما يعني ما تتلاصقش في اليد وهي طريه. انا كل ما نجبد حربوش نزيد لها شويه برك بين يديا برك. شوفوا هنايا نطبعوا، نديروا الطابع اللي تحبوا، دائري نصف دائري مثلث مربع قلب، يعني حاجه اللي تبغيها انتيا، ورده كيما هنايا راح نديرها هكا قلوب، يعني اي طابع اللي عندك تقدري ديريها. انا بصراحه نحب حلويات تاع الطابع، نحبها بزاف بزاف. حلوه الطابع نموت عليها، حلوه جزائريه ورائعه جدا جدا. شوفوا هنايا، هنا عندي صفار بيضاء، شويه كاكاو، وشويه تاع الحليب، خلطتهم كامل هكا مليح. انا حبيت هنا برك نبدلها بكري، كنا نديروا لها صفار بيضاء، اليوم حبيت نبدلها، درتها بال زدت لها شويه تاع الكاكاو باش يتغير شويه الشكل تاعها. هكذا ندير لها كامل هكذا، ومن بعد ندير الزخرفه بالفرشيطه، ونطيبوهم على درجه 160 درجة، ونقعد نعسو فيهم. ما لازمش يطيبوا مليح مليح، لازم جوست يولوا يعني دوغي، ونحوهم باش ما يبسوناش. الا خليتيهم بزاف في يعني يطيبوا راح يبسوا يولوا كي الحجر. هاكا نديروا، شوفوا كيفاش يعني الزخرفه ديروها كيما حبيتوا. هكذا
هكا ونكمل كامل الباقي، وبعد نتلاقاو في الطبق في طبق التقديم. هنا بعد ما طيبتهم كامل شوفوا كيفاش خرجوا، يعني خرجوا ما شاء الله طيبين مليح، يعني طيبين غير ماشي حتى ولاو كحولة. ومن الفوق ثاني يعني بلا ما نشعلهم من الفوق، شوفوا من الفوق راهم مقرمشين والداخل طريين. هنا غير كيما نحيتهم برك. اذا ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم ويعجبوكم كيما عجبوني انا. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.